الآن مع المركز السادس حصل على 6 أصوات حمد الأكلبي. صفقة 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 صفقة. اجلس مع الجمهور يا حمد. اللي بعده الخامس. كلمة استريح ما في عشان معنا وقت. تبشر بتقول كلمة لكن معنا ما معنا وقت. الآن مع المركز الخامس ألف مبروك حاصل على 16 صوت ماجد الشهري. معاذ 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 معاذ. الآن مع المتسابق اللي حصل معنا على المركز الرابع ب19 صوت المتسابق ماري. الآن وصلنا للحسم الثالث والثاني والأول. الثالث حصل على 20 نقطة وهو ألف مبروك العايضة لجلد الكويت. ناموس فيصل عبد الله استمروا. عطونا الصوت صوت التوتر اذا هو موجود. استريح ما يخالف. خل يا شباب تدرون كم الفارق يا جماعه الخير بين الاول؟ يرجع عبود تعال جنبي. الفرق الاول خذ 34 نقطه والثاني خذ 32 نقطه. الله هل تذهب الى الديوان نوم عيني يا سهم المنع او تذهب الى وادي الدواسر؟ كل ما جيت الدواسر وانا عذر. المركز الاول بمسابقه ملقي البزنس للموسم الاول ضمن فقرات برنامج البزنس 2 على شاشه قناه الواقع الفضائيه، الف مبروك حصل على 34 نقطه هو. قرب الله ليهنك يا الامبراطور، خذ الورد وتعال امبراطورنا تفضل جنبي باسرع. ليش ما انت خايف؟ اسرع يا عامر تعال جنبي تفضل بينهم امبراطورنا. الف مبروك للحاصل على لقب ملقي البزنس المتسابق عبد الله المقلي.